لقاءات روحية تقدم البوق الروحي، فقرة أرثوذكسية يومية، اليوم وكل يوم ما عدا الأحد. يوصف لابن الشاطر أيضا بالمسرف المبذر. يكشف لنا هذا الإنجيل معنى التوبة ويسلط الضوء على عظمة الرحمة الإلهية، محبة الآب الرحوم مع كل تحننه. لنا أن نقضي صومنا الأربعينية في جهاد التواضع مع المسيح الذي تألم بدعي خطايانا لكي يقودنا إلى فرح القيامة. إن كنا نتألم معه لكي نتمجد أيضا معه، فإني أحسب أن آلام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا. قصة ابن الضال تكشف عن هذا الحب الرحوم الذي يغفر كل أذية، إعلان الله مفتاحا لكل الخليقة، محبة تفوق على كل مادة هذا الكون العظيم الهائل. ليس باستطاعتنا أن نستوعب كم أن الآب يحبنا، يحب أبناءه العصاة، كما أن المسيح يعشق عروسه الخائنة. هذه حقا كانت مغامرة عملية الخلق كلها. هذا هو سر اتحاد الله بالإنسانية كلها خليقته. مفتاح تاريخ الخلق لا يقتصر على محبة الآب الخالق تجاه ابنه في الروح القدس ضمن حضن الثالوث، بل أيضا يتخطى ذلك إلى حب خليقته الإنسان، عالما مسبقا أن هذا الأخير سوف ينكره. عندها يستطيع أن يظهر له، أي لهذا الابن الضال، مدى اتساع رحمته وغفرانه. هذا باختصار ما يلخص مغامرة الخليقة بأسرها. في مثل الابن الضال نرى الآب يعطف على الخاطئ أكثر مما يعطف على الابن الأكبر الذي بقي وفيا لأبيه. نرى هذا الأخير يعترض ويتعجب من تصرف أبيه. هذا الابن الأكبر يمثل الملائكة الثائرة على الله بداعي رحمته الإلهية الغزيرة. في مثل الخروف الضال يقول لنا المسيح: هكذا يكون فرحا في السماء بخاطئ واحد يتوب أكثر من 99 لا يحتاجون إلى توبة. هذا يعني أن الله الآب يفرح أكثر من أجل الإنسانية الخاطئة والعائدة إليه أكثر من الملائكة التي بقيت وفية لها. شارة المتروبوليت أفرام، مطران طرابلس والكورة وتوابعهما للروم الأرثوذكس.